émission Ahlam présente Cheikh Mohamed Khaled Soubri. صحتي ولا خليتني شفيت لبثت والذحنين قريب لي وين أصحابي وأصحاب الضحكات سيني وأصحاب الضحكات لأخونا الزغلة من شفية نصبر للقضاء والبردجات راني بين الطبخ خوتي هذي الدنيا كثرهم حايا قلبي والتكوى بزمرات بصدفة القيبر وليا جات ليا وحكيت لها على مرضي وبكات ربي هو اللي شافي شوي بعد الدنيا راني بين الطبخ وكثروا الخلعات نعالج كل واحد قطرة يولي انهار من بعد انهار والدنيا الامانات بطمسي والقلب جوفي هوية وين اصحابي واصحاب الضحكات الجيب راه اقوى ما تشبه نشري دوايا اتصلوا لي هم عليا وترك نوكيات يوم عييت مفاجع لقلبي مزاد بيا من بعد الصها والهمة بقيت فرجعت كل يوم في المستشفى خويا شوف لي اخويا شوف لي يوم انفعني الهدوى ولا الالات كل طبيب يهرب ومصابر دوايا راحوا اصحاب الزعماء واللي موالين خصلت والنهار اللي نقض ويدرب وجهه عليا وين الرجال اللي كانوا اصحاب شدات اليوم اشحال من جايح جا في هوايا في الوجه يضحك لك والقلب فيه كل صفات لا تعمل فيه منك فيه منه تجيك العداية وين اصحابي واصحاب الضحكات الجبارة اخوة ما تشبه نشري دوايا الكتبة تلحق لي ما فيها ضربات الخالدي راه يطلب مرفوع فيا يا خالقي وكنت على الدرجات كلش بيدي خير يا لقيت شفايا وجاتني في الصحة وبقيت لا شفايا لا بنت لا ولد حنين هاي خويا وليا جاتك في الصحة تبقى غير فرجات ما كان من ينفعك والله مد العناية الخالد ينبهك الدنيا مثلها كي موجات وليا قرقت مالي عوام قريب لي يا سيدي مالي عوام قريب لي